قبل كم يوم يعني ما شاء الله تبارك الله كنا نتكلم في الوقف هل نوصل ولا ما نوصل. اسمعوا يا جماعة الخير، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين. الساعي اللي شايف لها أرملة هو مسكين وقاعد إيش يرتب أمورهم يتصدق عليهم وكذا، ولا يشترط منه هو، لا والله أنا أعرف مثلا أبو حسان يحب الخير وكذا فأجي أقول له وأخذ منه وأعطي، أنت ساعي أيضا، مثل اللي مثلا والله يقوم يسوي رتويت لهذا الوقف أو يسوي في الحالة أو يرسله في الواتساب وهكذا. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يعني الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال ولا لا يا جماعة الخير؟ من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، بل يتمنى الشهيد يتمنى أن يعود فيستشهد مرة ثانية. ليه؟ لعظم ما رآه من الأجر، يبغى مثله، يبغى يتكرر. ولذلك الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال، انتبهوا، وكالقائم الذي لا يفتر أو لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. يعني أجر عظيم 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 إلى أبعد الحدود من هذا الرب الكريم سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل يا جماعة الخير، هل الله عز وجل لا يستطيع أن يغنيهم؟ هل الله عز وجل لا يستطيع أن تلك الأرملة يرزقها بزوج آخر أو يطيل في عمر زوجها، وتلك المطلقة وهكذا؟ قسوها على القادر عز وجل، أن لكنه يريد أن يكون بيننا تكافل، بيننا محبة، بيننا تواصل، وحتى يكرمكم بالأجور، فلا تبخلوا على أنفسكم. قلنا نوصل، وصلنا. وين وصلنا؟ عطنا البروشور يا أبو مروان. بقي لنا 15 يوم، قلنا قبل كم يوم نوصل 9 مليون، اليوم وصلنا 9 مليون، وهذا فضل الله عز وجل. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. بقي لنا 15 يوم، هل نستطيع في 15 يوم أن نتمم هذا الوقف؟ أسأل الله العلي القدير أن يكتب اكتماله قبل هذا الوقت. أسأل الله العلي القدير أن يكتبه، وأن يجعل من ساهم في عليين، وأن يرفع درجاته في الدنيا وفي الآخرة، وأن يبارك له في ماله وولده ووقته وبيته وزوجه وحياته وآخرته. نفرح ترانا، لأننا نحن شركاء معكم في الأجر، ترى ما نأخذ ولا ريال. يجي واحد يقول هذا المذيع ذا ملزوز، والله ما يحكي إلا لازين هالجماعة، والله ولا ريال، لا أنا ولا بقية الأخوة. أعطونا الفيديو جاهز، أباخذ أبو حسان، أباخذ أبو حسان جاهز الفيديو. يلا أبو حسان. سبحان الله، المتأمل في فقه هذا الحديث كالمجاهد في سبيل الله، بأي صفة بأي نوع، يعني الشوبة بكلش، حتى في ثمرات اللي له بعد موته عند استشهاده، كل شيء للشهيد. هذا الساعي في على الأرملة والمساكين، هذا له الأجر كله السبعة اللي له، يغفر له عند أول قطرة من دمه، ويشفع في 70 من أقاربه وجبت لهم النار، ويزوج ب72 حورية، وكل شيء كل شيء له لهذا الشهيد. كذلك أنه يوم يقول أبو عبد المحسن ليه ما أغناها الله، الله جل في علاه يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أنت الآن لما الله رزقك ابتلاء لك، وذاك اللي ما رزقه ابتلاء له، ما أخذناها أمس ذاك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه والثاني، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه قلل. فأنت يا من عنده أنت في ابتلاء الخير، وذاك مسكين في ابتلاء ثاني، وش له الثاني؟ قال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأساء الفقر. فالله جل في علاه جعل رزقه عند المبارك، عند الطيب، اللي ينفق الطيب لهذا المسكين يسعى. بعدين ما قال يمشي، يسعى، البسرة تحتاج إلى خب، أسرع. كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفتر. بمية ريال هذه الكرامات الواجد،
من يعي عنها إلا من حرم. والله إن من الحرمان أن تسمع عن هذا الفضل العظيم والكبير والخير. وكالمجاهد يا أخي المجاهد، أسأل الله ينصر إخواننا المجاهدين في حدودنا واليمن والشام، أسأل الله أن ينصرهم. كيف المكان، كيف البعد عن الأهل والبعد عن كذا، وتلاقي كما وتواجه عدو في العقيدة. نسأل الله جل في علاه ينصر جنودنا المرابطين، ومع ذلك أنت يا من بجلسة تاهم 100 ريال أو 1000 ريال أو رزق تعطيهم، يجعل الله لك هذه الكرامات. فوالله يا أخواني ما يحرم منها إلا محروم، ما يحرم من هذه الكرامات كالمجاهد في سبيل الله إلا إنسان محروم، نسأل الله العافية والسلام. آمين آمين. أبو عمر، والله شيء مبهج اللي رأيناه، يعني قضية أن وصلنا لهذا المبلغ. طيب أنا أقول يعني يكفي أنك تكون مع هذه الثلة الطيبة المتصدقة التي يعني تريد وجه الله، وتريد يعني الله جل وعلا يخلف عليها ويتقبلها ويجعلها إن شاء الله يعني مداد لها في حياتها وبعد مماتها. يعني أن يكون إنسان في مثل هذا المجمع المبارك المنفقين الذين أنا أحسبهم أنه الخلص والناس اللي حقيقة نسأل الله جل وعلا يبارك لهم، أن أكون في مثل الكوكبة وأتصدق، لا شك أن هذا خير عظيم، وأدعو نفسي والجميع إلى الإنفاق في مثل هذا. يا سلام. أبو نايف، الله سبحانه وتعالى قال وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت يا عبد الله ابذلها. أذكر قصة بسيطة، يعني أحد المدرسين في نهاية دوام الأسبوع كتب على السبورة الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الأرض مدفون. فيوم الجمعة كانت دراسة السبت، كان يوم الجمعة وعندهم ما ينتهي يسولف معهم وكذا، وملك الموت يأتي الصباح، يأتون الطلاب للفصل ولشوشرة في المدرسة السادسة، يوم دخلوا الفصل إلا الخط يبقى زمانا بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الأرض مدهون.